يا رب وفقنا انترفيو النهارده. بحب انا ادعي على الفيسبوك. فاهم الضحك غلط والله. ايه فاهمك انت اصلا؟ الضحكه دي بتموت البنات. انا حتى عايز انزلها ستوري اصلا عشان نور تشوفها. مش عامله لك فولو باك اصلا. انا فراس اللي انت فاتح فيه. مش فاهم انتوا متوترين ليه؟ هو اللي محتاجنا مش احنا. احنا هنبيع له فن؟ نظره مختلفه؟ ممكن تسيبني انا اتكلم؟ هو مش عارف انت بتتكلم في ايه اصلا. ما دي مش كان المفروض تيجي فورمال. مفيش حاجه مفروضه يا عزازي. وبعدين انا اللي بجيب الافكار، يعني انا اللي بقول ايه اللي المفروض يحصل. بعد اذنك عمرو اديله الجاكيت بتاعك وسيبني انا اتكلم. عبيط يا ابني. عمرو بس لو سمحت يا عمرو البس الجاكيت. عبيط يا عمرو صاحبتك. انا البس الجاكيت. البس الجاكيت. طيب قول لي، هقول لي هتقول لي ايه جوه؟ اعتبرني انا الراجل وقول لي هتقول له ايه. عامه فكره حلوه. اديني قاعد اهو. اعتبرني قاعد في المكتب بتاعي. اتفضل. خلاص تمام. ازي حضرتك؟ تقولش ازي حضرتك، مش ابن اختك اهو. انا هقول لابن اختي ازي حضرتك، بعدين هقول له اي نكته من على الفيسبوك، كلام على ايه، اجمد بيزنس ولا ايه، قشطه يعني. ممكن لو عنده دقن اقول له هي اللي عايزك تربيها. وممكن ساعتها بقى ابتدي اقول له الفكره بتاعتنا. واحد بيبقى ماشي في الصحراء. ما تقولش افكار، مفيش افكار بتالف اول ميتنج. خلاص فلوس بقى، هكلمه في فلوس. احنا هناخد في الاعلان ده 500 جنيه. هناخد 500 جنيه في الاعلان ده. 100 جنيه عشان حضرتك حبيبنا. 100 جنيه ده بنبيع كشري. معلش عرفنا الاعلان بيتعمل بكام. هتقول هنعمل لحضرتك اللي انت عايزه، كله موجود وكله كتاب، بس عشان لو قلت غير كده هيقول عليك صناعي. ما انا صناعي. انا بقول لك الناس شايفاك ازاي. تعيل متخلف وانا مش هشتغل. اسكت، انا مش عارف في البيت. تعيل متخلف ولا تشتغل في البيت. انا بقول له حقيقه. اهدوا يا جدعان. وبعدين ما انا في الصناعي يا عم. كان استزجت كمان زال عشان بقول الحقيقة. هقول وهعمل اللي انا عايزه. يا ما انت عشان فطاطر اخراج وانت حلوان يا تصوير. انا بس اقلع الكاب وانت مش شايفك صناعي. يعني ايه يعني؟ هتقلع الكاب وهتلبس الجاكيت. مستر مازن ازي حضرتك؟ مازن شوقي النشار، مدير تسويق شركة باور فاميلي. قولولي، تعرفوا السيريال كيلر؟ انا بقى السيريال بيزنس مان. انا شفت السطر ده في فيلم وكنت هموت اقوله الصراحة. انا عايز اعيد تسويق الشركة في مصر من شركة باور فاميلي اللبن لشركة باور فاميلي اللبن بالشوكولاتة في موز وفراولة برضه. نايس. وعملت سيرش عن شركات اعلان كتير وعجبني شغلك قوي. عشان هذا حضرتك شفت افلامه بجد؟ حلوه 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 جدا. اول ناس تقول لي السيرش الصراحه، وكسلت ادور على حد تاني. سؤالي رد على صاحبي يا كيمو. نلعب فيفا يا باشا النهارده وماله، مش عيب يعني. تاني يعني هغلبك فيها تاني. ما ينفعش يعني. افلام عمر عمرها ما كانت هتجيب لنا فلوس، علشان كده انا عملت بيك ويب سايت، جبنا من عليه اعلانات استعرناه حطيناه عندنا كان احنا اللي عاملينه. حلو. احنا عامه بنشتغل بطريقه المايلستونز. ناخد طبعا في مقدم راجل بيبقى ماشي في الصحراء، بعد كده بيشوف ميه فبيقول فاكس، بعد كده بيشوف علبه لبن باور فاميلي بيشربها. ينابيع لبن باور فاميلي بتضرب من كل حته. الراجل متغرق لبن انت مش متخيل. وبعد كده بيتبسط عشان نبين اللبن اهم من الميه. احنا حتى ممكن نكتب ميه ايه وباور فاميلي موجوده. ممكن كل حاجه موجوده، هنعمل كل اللي انت عايزه. احنا ممكن حتى نقول باور فاميلي في القلب يا اولاد. ايه اللي انت بتقوله؟ فكرتش فيها كتير. احنا ممكن نقول اشرب باور فاميلي وما تفكرش فيها كتير. ايه رايك حضرتك في الفكره اللي عندنا؟ ايوه. احنا كنا بنسال حضرتك ايه رايك في فكرتنا. بصوا انا بفهم الناس دي لعنه انا مولود بيها. انتوا فاكرين ان الديزاينر هنا بياخدوا فلوس قليله؟ الديزاينر هنا زي البار بالظبط، بيتقدروا وبياخدوا فلوس كتير. بيدوا فلوس للبار؟ ادي يا سيدي الشيك اهو، فلوس كتير. $300,000. $3,000,000. وانا صغير كان في كلمه انا واصحابي دايما بنقولها لما حد فينا يعمل حاجه كويسه، بازونجا. الكلمه دي كانت بتعبر عن كل حاجه.
بازونجا. كبداية مشغول بازونجا بس زعل عشان بقول الحقيقة.